الدعايه العامه لتنميه المنطقه الاقتصاديه قناه السويس، السيدات والساده الدعايه وزير العدل والضابط مصر والاجندات وطيور القناه. الشرف ان ارحب بكم جميعا لافتتاح ندوه دور القضاء الاقتصادي في تحديات الاستثمار في جمهوريه مصر العربيه، واخص بالشكر سياده الفريق مهاره جميل على تصدره لحضور اليوم بالرغم من تحديات الالتزام وتوفير وقتي حتى اتحدث معكم واليكم عن مشروع تنميه محور قناه السويس والتحديات الاقتصاديه والاستثماريه التي نواجهها. فله مني ومن جميع المشاركين خالص التقدير. مما لا شك ان مصر واجهت منذ انتفاع ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 تحديات مختلفه للصعيده والمناحي وخاصه الاقتصاديه منها التي كان مبعثها ظروف الانقلاب الامني والفوضى الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. التي تعقد جميع الثورات للتغلب على هذه الازمات وتلك التحديات. بدون الايمان بضروره الارتقاء بالواقع وضعت الحكومه رؤيه استراتيجيه للتنميه الاقتصاديه في مصر عام حتى عام 2030. هدفها ان يكون اقتصاد مصر اقتصاده منضبط تماما باستقرار اوضاع الاقتصاد الكلي القادر على تحقيق نمو احتوائي الالتزام ويتميز بالتنافسيه والتنوع ويعتمد على المعرفه يكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي قادرا على التكيف مع المتغيرات العالميه وتعظيم القيمه المضافه وتوفير فرص عمل لائق ومنتج حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع. ولقد اعتمدت تلك الرؤيه على عدد من المحاور كان من اهمها تحفيز الاستثمار وتجنب ضروب الاموال من خلال عدد من المشروعات القوميه المرافقه ورأسها مشروع تنميه محور قناه السويس الذي سوف يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنميه المستدامه في مصر خلال الاعوام القادمه. وهو ما سيتولى سياده الفريق مهام جميل الحديث عن ذلك المشروع وامتداده واثاره الاقتصاديه بعد قليل. عند الحديث عن البيئه الاقتصاديه الجاذبه لرؤوس الاموال نجد من ضمن الضمانات المهمه وهو بنيه الحقوق المناخ القانوني والقضائي في الدوله. فالمستثمر قبل القيام باي مبادره بشان الاستثمار يبحث عن عده موقعات افرادها الضمانات القانونيه والقضائيه الممنوحه له والقوانين المنظمه قطاع الاستثمار والامتيازات التي يمنحها القانون المستثمر من حيث الاعفاءات الضريبيه والاجراءات الموجزه لمسار التسجيل. في هذا الاطار قد تم اصدار قانون استثمار جديد رقم 72/2017 الذي جعلته خطوه هامه لجذب الاستثمارات الخارجيه وتنشيط حركه الاستثمار المحليه وما يؤدي الى نهوض الاقتصاد المصري. ولم يقتصر الامر على ذلك، عكف بالضبط على منذ عامين تقريبا على موقعة كافة القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاقتصاد مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإفلاس الذي حاز موافقة أعضاء مجلس النواب وغيرها من القوانين الاقتصادية ذات الصدر. وعلى صعيد ثاني أن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا مهما كانت المبادرات التشريعية المنطوق عليها في الاستشعاعات والأنظمة إنه ما كان يغامر بأموال التي تتحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النفوذ بما يحقق العدل والمساواة. فدور القضاء لم يعد ينحصر في البت في المبادرات للأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورا مهما في على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة أولاد الاقتصاد، لم يعد بذلك أصبح العلاقة بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأصل اهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون. وفي هذا النطاق ان من اهم الاجراءات المرتقبة في دعم الاستثمار والتشريع هو انشاء المحاكم الاقتصادية سنة 2008 بهدف ايجاد هيئة قضائية متخصصة رفيعة المستوى لبدء المنازعات المطالبة بالاعمال والمنازعات الاقتصادية ومن ضمنها منازعات الاستثمار. وحتى تقديم المحاكم الاقتصادية والدور الممكن لها لا سيما في التحفيز على الاستثمار والمساهمة في المنشآت الاقتصادية وعلى الأقل ضمان أمن المستثمرين والصيانة الحقوقية يجب على القدرتين البناية الأحكاميين والفهم الدقيق للقوانين الاقتصادية المطبقة والإسراع في فض المنازعات المعروضة عليهم بهذه الخصال المجتمعة فقط من القضاء والدور الموقف به ويمكن القول بكثير بالوضوح والإيجاز أنه لا يوجد استثمار
الاستقرار الاقتصادي يمكن تسيير المستقبل كما الماضي من اجل المستقبل، فالمستقبل هو صدى الماضي. ضمن الحاجه الى التطوير كما تبلغ ضروره ملحه في ظل التطوير او التكنولوجيا بالغ السرعه تجد مواكبه وسيره الاقتصاد والتحديات الاقتصاديه ليس الاحتياج الى ان نسمع ما في الماضي على فيما يقوم الى الوطن المصري على افتتاح من اشتراك الكتب النابعه من الايرادات المشهوره اليوم يكثر من الهموم والمغيرهم